إذا مشاهدينا الأعزاء، شكرا طبعا للزميل عصام الشوالي. وهكذا النادي الأهلي ينهي مشواره في بداية دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في الشوط أو المباراة الأولى بانتصار جاء بصعوبة في الشوط الثاني بهدفين مقابل لا شيء على فريق فيتا كلوب. الشوط الأول الأداء كان أفضل، الاستحواذ كان أكثر، ولكن الشوط الثاني كان هناك هبوط كبير في المستوى البدني والفني والتكتيكي والذهني، ومع ذلك الأهلي استطاع أن يتقدم بهدفين دون مقابل. نذكر أولا بأهداف هذه المباراة مشاهدينا أو هدفي هذه المباراة التي طبعا جاءت في هذا اللقاء. ناصر ماهر في الدقيقة 65 بعد نزوله طبعا بعدة دقائق شارك مكان مروان محسن المصاب، واستطاع ناصر ماهر أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 65 من وقت المباراة، الهدف الأول للنادي الأهلي. ومن ركلة الجزاء استطاع أيضا اللاعب علي معلول أن يسجل هدف النادي الأهلي الثاني في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة بفوز مهم للنادي الأهلي بعد طبعا عدة سنوات الأهلي لم ينتصر في بداية دوري المجموعات منذ 4 سنوات تقريبا ومن فترة طويلة. وطبعا كان هناك اتصال من فريق العمل للاستوديو بالكابتن جمال الشريف الذي أكد أن ضربة الجزاء صحيحة وأن حالة الطرد التي حدثت للاعب فريق فيتا كلوب كانت صحيحة بعد حصوله على إنذارين، إنذار أول ثم إنذار ثاني والطرد، فالقرارات صحيحة تماما اليوم من حكم المباراة حسب كلام الخبير التحكيمي في قنوات بي إن سبورتس الزميل أو الكابتن جمال الشريف. إذا مبروك لجماهير النادي الأهلي، مبروك الانتصار في بداية المشوار، ولكن ماذا عن الأداء؟ هل الأداء مرضي؟